وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار السيد حاتم عبد الحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية. نرحب بك بالطبع سيد الكريم في نشرة الثالثة. نحتفي اليوم بيوم الأمم المتحدة، يعني تاريخ طويل يجمع مملكة البحرين مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، يعني حدثنا عن هذا يعني التعاون الوثيق. شكرا على استضافتكم لي اليوم. فعلا سنويا في اليوم 24 أكتوبر من كل عام نحتفي باليوم الأمم المتحدة. والتاريخ مملكة البحرين مع الأمم المتحدة هو تاريخ طويل وعريق، فحرصا وبتوجيهات من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد بن عظم حفظ الله ورعاه، وبدعم من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن تلك العلاقة في استمرار وتواصل. فالعلاقة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة قد بدأت منذ الستينات من القرن الماضي، وقد تبلورت عندما تم أصبحت مملكة البحرين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في سنة 1971. كما تطور ذلك عند افتتاح الأمم المتحدة لأول مكتب لها في البحرين في نهاية السبعينات. وهنا أود أن أركز على في موضوع هام، أن ما هي متكزات الأمم المتحدة؟ نعم، متكزات الأمم المتحدة هي صون الأمن السلم الدوليين، حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وتلك المتكزات مشتركة بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين. وبناء على ذلك قامت مملكة البحرين والأمم المتحدة بالتوقيع على إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. وهي أول دولة في إقليميا توقع على تلك الإطار. على ذلك الإطار. وهذا تأكيدا على العلاقة المتينة بين الجهتين. وبناء على ذلك فقد شاركت مملكة البحرين وتقلدت عدد من المناصب الأممية الدولية، أهمها قد يكون انتخابها لمجلس الأمن الدولي في سنة 98 و99 من القرن الماضي، ومجلس حقوق الإنسان لعدد من الفترات، كما أن تقلدت عبر معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61، وهي كانت ثالث مرة في تاريخ الأمم المتحدة تتغلى ذلك المنصب. كما قامت مملكة البحرين بتقديم عدد المبادرات الدولية والأممية، كعلى سبيل المثال جائزة الملك حمد تمكين الشباب، جائزة اليونسكو الملك حمد المعنية بالتعليم، وجائزة الأميرة السبيكة بن إبراهيم آل خليفة المعنية بتمكين المرأة. فكل هذه أمور هي تبين وتأكد على العلاقة المتينة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، وأن تلك العلاقة في تطور وازدهار، ونطلع على إنجازات في المستقبل القريب. بكل تأكيد يعني طوال هذه العقود أثبتت مملكة البحرين بأنها عضو فاعل في هذه المنظمة وفي مختلف أجهزتها، وكما تفضلت أيضا من خلال تبوئها للعديد من المناصب الأممية تحققت الكثير من الإنجازات. لو نتحدث يعني في غضون الفترات السابقة وأيضا خلال هذه الفترة، كيف تقيمون وكيف تنظرون لمستوى التعاون ما بين مملكة البحرين ومختلف وكالات الأمم المتحدة؟ المستوى راقي جدا، والمستوى والعلاقة متينة وقوية جدا، وأنه قد تأكد ذلك عندما قام سيدي صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بقيادة وفد مملكة البحرين للدورة 79 للجمعية العامة، كما رأينا هذا العام بزيارة من معالي الأمين العام للأمم المتحدة لمملكة البحرين للمشاركة في القمة العربية. وكل هذه الأمور تؤكد على متانة العلاقة بين الجهتين وتطلع لازدهارها. نعم، في الختام طبعا ليس أن نشكرك ونحيي جهودكم في وزارة الخارجية لبذل مختلف الجهود في سبيل توطيد هذه العلاقات مع منظمات وأجهزة الأمم المتحدة. شكرا لك على حضورك معنا السيد حاتم عبد الحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية. شكرا على الحضور. شكرا.